السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أفادت مصادر إعلامية مصرية بقيام مجرم الحرب حفتر بزيارة غير معلنة إلى العاصمة المصرية منذ بضعة أيام، وذلك في إطار ما وصفته المصادر بالتنسيق المشترك بين مصر وقيادة ميليشيات الكرامة. وأضافت المصادر بأن حفتر وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء الماضي وعقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين المصريين لبحث التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا، من بينها البدء في معركة اقتحام مدينة درنة. وأشارت المصادر إلى أن الاستعدادات لاقتحام المدينة أوشكت على الانتهاء، مضيفة أن ميليشيات الكرامة في انتظار تحديد ساعة الصفر فقط. نفى المفوض بوزارة الدفاع في الحكومة المقترحة المهدي البرغاثي ما تردد حول قيامه بتقديم شهادته حول انتهاكات حقوق الإنسان في مدينة بنغازي أمام مسؤولي الادعاء في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي خلال الأيام الماضية. وقال البرغاثي في لقاء تلفزيوني السبت أن مثل هذه الإشاعات القصد منها تشويه وزارة الدفاع والتمويه على أمور غير نظيفة، مضيفا أنه موجود في العاصمة طرابلس لاستكمال ما أسماه مشوار مكافحة الإرهاب على حد تعبيره. واتهم البرغتي عملية الكرامة بأنها خلطت السياسة في معركة بنغازي، مشددا على أن حل المشكلة في ليبيا يكون عبر حكومة واحدة وفق تعبيره. أصدر رئيس جهاز المباحث الجنائية التابع لوزارة الداخلية في الحكومة المقترحة محمود العجيلي قرارا يقضي بحل فرع مكافحة الجريمة المنطقة الوسطى مصراتة. أكد العميد العجيلي في نص القرار على أن تضم كافة آليات وأعضاء الجهاز إلى إدارة التحري والتحقيقات الجنائية فرع الوسطى، أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه. نفى مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اليوم السبت إصدار ويا قرار يتضمن سحب أي عملة من التداول في السوق على خلاف ما جرى تداوله خلال الساعات الماضية. ونقلت وكالة الأنباء الليبية في طرابلس عن مصدر إعلامي أن ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي هو بيان مزور منسوب لمصرف ليبيا المركزي. دمتم في أمان الله.